زهراء حبيب الميم. ولدت في الأول من شهر أكتوبر عام 1987 في بغداد، من أم عراقية من مدينة القادسية وأب تونسي من مدينة سوسة. والدها يعمل في مجال السياحة، فهو يملك أوتيل بلازا في دمشق وأوتيل بليا منصور في بغداد، الذي توفي في 2018 بعد معاناته مع المرض. وهي متزوجة من عام 2011 ولديها 3 أطفال، لها شقيقان هما حسن وخالد، وأختها الصغيرة تسنيم. نشأت زهراء بالعاصمة السورية دمشق، بعدما انتقلت لها عام 1989. عاشت فيها 18 عام درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بدمشق، لكنها لم تكمل دراستها، ثم سافرت إلى تونس عام 2007، ثم بدأت تعمل في مجال الإعلانات في عام 2009. كذلك في عام 2011 بدأت بافتتاح شركة إنتاج خاصة فيها اسمها بيبرو، تنتجت فيها آيتك من 2012 إلى 2016. كذلك أنتجت عام 2013 برنامج اسمه صحة شربتكم، وكان أول برنامج من تقديمها. كانت لها أول تجربة تمثيل في عام 2017 في مسلسل الدوامة، حيث أدت فيه دور لاجئة سورية، وهو مسلسل تونسي الذي كان سببا في شهرتها في تونس والذي شجعها على الاستمرار في مجال التمثيل. بعدها عملت كمقدمة للنشرة الجوية على قناة الوطنية الأولى، وكذلك عملت كمقدمة في برنامج الأحد الرياضي لمدة 7 أسابيع فقط، وكانت تستعد للمشاركة في عدة أفلام سينمائية، إلا أنها سوف تشارك في مسلسل هوى بغداد في رمضان 2019 لإتقانها اللهجة العراقية بالإضافة إلى التونسية والسورية والجزائرية. صحتك لاباس؟ أمورك مريقلة؟ صافا هذايا فنيش صديقنا، فهمتني؟ تحب فريتة؟ خا خا يزي يزي اجا هكا وصلي على النبي بجاه ربي براس شرق شرق شلوق. لا والله نحبوه نحبوه نموت عليه نموت عليه نموت عليه. هاك سي بون هذيك تنجم تنظف مليح. هاك البابي هاك البابي هاك البابي. شكون تكلم؟ تكلم راجلك. تكلم راجلك؟ هاي روح هاي روح. شكون راجل اهرب اهرب جيجي راجل اهرب.